قد أسارح. شسافر السعودية الإجازة حقيقي الشنتين. يلا مع سلامة. المهم لا تنسى نجابة دعواتك. يلا توصل بالسلامة. الله يجعلك لا تغتنى وتشبع ولا تفقر وتجوع تجلس نص. الله المستعان يا بلمو. لأن شبعك خيبة مع بلا مشاكل ودبور، وفقرك خيبة منه لا تسأل ومنه لا تصلبط، قاكل انت تجلس نص نص. يلا مع السلامة. يلا وانت بحك على نفسك. يلا تمام. مدك هذا؟ هذا حقين. وحقين منين؟ هذه من البقرة حقبت هايل سعيد الله يحفظه، مع أبو الله هي تدينا حقين. أما بقر حق قرية كلهم قابعوا هنقم تداري. ماذا هذه عاد إحسان؟ لا تشتي لا قضب لا عجور لا طعم ولا الشيشي. يا والله مبروكة. هذا بطلت أبا. يلا بسم الله الرحمن. دحين ما عمل كبني عشان ليك لك موتور. ما احصل كل حاجة، احصل حلا وغالي ولا خيبة ورخيص. وقال قسمنا بيس عليا 70,000. ما لا حق منقصك 70,000. خسر كي مصاريف وسرحة ورجعة ادور موتور. بدل ما تجس سارح راجع، شل واحد حلا بقدر بيسك وخلاص. احسن ما تاكل بيس بعدها ترجع تدور. كما يقول لك هذا خرج من السوق أطلقه ستلوي بالسوق، هذه غالية هذه رخيصة، وكل يوم مشاوير وزلق بيسو بطلعه ونزله. ما لا خير خير إن شاء الله. اليوم شو اللي وعين والقطة الطارخ إن شاء الله. يا أخي يا تنجرة، يا أخي أنا عندي مشروع أشتي أستثمر به، تدخل معي شريك؟ ما لا مو من المشروع. انا شهادرك بس لا تضحكش علي، لانه انا داري بقرية حقنا هذه تحطموا المواهب انتم. لا لا خافرني والله ما اضحك عليك شيء. يا اخي وش رايك نعمل لنا محتوى ولا نصور محتوى ونشرنا في المواقع التواصل؟ ما لا مثل مو. يا اخي نعين اي حاجه تعجب المشاهد وصورني، ولا يا اخي نعين لابو اثار وهذه ونقلنا صوره بلادنا والثقافه حق بلادنا، مش خيبه بين المجتمع والعالم، يعني نرويهم ان احنا يعني اناسا مثقفين اناسا يعني لهم ثقافتهم. ملا على طول، بس والله شكل اصحاب القريش يضحكوا علينا شدونا بالرقيص. يا اخي عادي اي حاجه ضروري الناس يضحكوا عليه، وبعدين هذه لو سبر المشروع هذا شنحصل لنا بعد لقمه حلا ولا ابو حاجه يعني يا كذا، مش خيبه. ملا خلاص تمام، بس شدي لك شرط من ذا الحين، انا شكون اصورك وانت تهدر، اما انا اصور انا الصد ما اجزمش. يا اخي ليش ما تجزمش؟ انتم مش تعملش حاجه عيب ولا غلط، انت اصلا شدي نقول حاجه وثقافه عن بلادك وتفتخر بلادك وتنشر يعني الثقافه بين المجتمع ثقافه بلادك. ما تشتاني اصورك شصورك، اما ظهر ما انا الصد معه. خلاص تمام، انا شكون اظهر وانت صور، ماشي خيبي. خلاص تبغنا؟ لا خلاص تمام ابشر ان شاء الله، ما بوش حاجه مستحيل. بز حص هذه اللي عنده. يلا يلا اخر يزي اللي قال الحمد لله. ها 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 هذه حصى. ها شو كيف القرية؟ حصل لنا حجر حلا. تمام يلا يلا ما يصلح هذه. وهذا كيف هيك القرية؟ ها يلا يلا عاد خضراء. لا لا عاد لأن شال شال بزيج جالك بزبط. إحنا شلنا. يلا يلا. غادي يصير حجر خلي يعني احتاجي. ها شل حجر من فوق ظهرين. هذا كله واقع ما بيشين. كله مسلسل حين خلي مقع بيشين. هاي مسناد. ما له مقع بيشين الله. أي عقل حشيك تيجي شوية. ما قد استعجلك الله بسم الله الله قد تخلى شوية بعمل الحرزة حرزة واحدة يا رجل نرجع نحمل الثانية. يلا ها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير. أعرفكم بنفسي، أنا عدنان مرشد من قرية أرض الأمل، والتي هي أحد قرى مديرية السياني عزلة النقيلين، والتي يحدها شرقا النقد الأحمر وقرية مرعة، ويحدها غربا قرية الشياذع والربادين، وشمالا قرية عرشان، وجنوبا قرية السحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه مال تعملهم؟ ها؟ ما بوش حاجة من نعمل شيء. إلا بس قاسي معك. قل لي مال تعملهم؟ ما بقول عدنان قلبه معه برنامج سياحي، شي ننزله بالتواصل الاجتماعي. إنه بطل لك خبالة يا عدنان، ولا عيل لك ظرف مفرس وطرف حول صلب متكي أحسن لك من هذا. مو جاك تدرديح بناق تلبك ليح يا علاو. يا أخي أنا هوايتي إن أنا أعملها كذا، شجرب هوايتي إني في عمان في عشعادي، أنا دحين لو نقول ثقافة بلادي بو عيب. إنه نروح لك كمان بعسس هو بدي هكذا تهيبال وصلح مدرمه وقرح مجنون، وانت مدري ما تقرحش بعده، الله يستر. بس يا حبيبي قرح مجنون لانه ما بوش ناس يشجعوه، والا غابوا ناس يشجعوه انه ظنش يطلع عالم بالموهبه حق هذه، الا ما بوش ناس بو ناس ينزلوا للارض. يا اخي حتى لو شجعناك اصا قول لي مش تستفيد ولا مش تستفيد منك؟ اصا قول لي هكذا ما بقول. لا هي تسسد قعدان اصا نكسر له، شضحكوا علينا أصحاب القرية، هذا اللي غالب خلف ضحك علينا، خلهم أصحاب القرية شضحكوا علينا كلهم. يا أخي لا تيأس بسرعة، بعدين هذا غالب براسه التي ناك مدربة الثقافة ولا مدربة التواصل الاجتماعي، والله ما هو داري بحاجة، لا قصدي دي من هدرا كذا مثل ما بغبغة. بعدين هذه لا بين إساءة لنا ولا بين إساءة القرية، هي هواية سبرة حجني بيطلع شري. لك يا زلمة دنا شرفة احنا لك كذا الحجر ده. مو من شرفة سعمني. عينا سعادينا سعادينا. ما بوش. جي هنا. مو. هاجي امسك بحجر ونشوف يدور من نفسي. جي. كيف؟ جي. هاجي يا دخل هنا. هي خلي على هذه. امر ايديك. يا ابو سريع 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 ايدي اصابعي شتمسقني سريع. هي سريع اوف. ام انت. هي ام خليها تكلم. قول لك. ابو ايديك. هيا يا عرم عشقن عكسي هني هكذا يشاو عندك كيف يقول لك داش الباقر ما بوش هكذا مجعلات هيا عيدي زعجة عجر الله. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تفضل عبدك الله صالحين الله أكبر. مسائل ونقول سبحان ربي العظيم انا لما تصلي كيف تقول تقول من هذا مش اعمل انا ذا الحين لما واحد يصلي يسبح ويستغفر ويكبر دريت يا سكري لما تقول انا شغوم معلم لك. شوف اول ما تبدي ترفع يدك وتقول الله اكبر الله اكبر ايوه وتقرا سورة الفاتحة انت حافظ لي حافظ لي وزيد تقرا سورة بعد صغيرة ايوه تمام بتيجي تعمل بعد ما تقرأ تقول الله اكبر تسجد ولما غنت على ذين تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ايوه لما ارفع راسي ولما ترفع تقول سمع الله لمن حمده وتقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض وملء السماوات وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده أيوة. وبعدين تسجد تقول الله أكبر ولما انت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أيوة. وبعدين وترفع وتقول الله أكبر وبعدين تقول ربي اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني وجربني خلاص دحين أذن أنا شعلم لك الباقي يوم ثاني.
ويني الشباب قالوا علي الشباب اوه وها مشابه هذه يا زن ويا ذي يا زن ويا ذي يا زن ذي يا زن ذي يا زن مركز البرنس للخياطة الرجالية والشبابية الحديثة، نهتم بذوقك ونختار لك الأفضل، أقمشة متنوعة وبجودة عالية. البرنس للخياطة الرجالية والشبابية والولادية، مكان واحد للثيابات الراقية والأنيقة، أسعار منافسة ومواعيد دقيقة. البرنس للخياطة الرجالية، اختيارك الأفضل. العنوان إب شارع العضين الرئيسي جولة جرعان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ تمام أخي. قلم مبعسس إنه معك موتور للبيع، هو صدق؟ آه تمام. أصاع نشتي نعينه أشتري موتور أنا. يلا هيك وداخل. كيف هو ملك؟ موتور على كيفه، مرة حملكو 12 دباغاج، مرة حملكو 7 كياس سمين. ما اشتيش موتور ابو بودين، انا اشتري له موتور من هذا ابو ثمين توائر. لا واها انه هذا اللي حملكو 12 دباغاج و 8 كياس سمين. ايوه يا رجال انا ما اناش معك. شوف نشرع نتبايع على حملة اللي حملكو ورجعنا تبايعنا على الموتور، اما كذا والله ما يخارج. كم حملكو كياس سمنت بامانه؟ ما هكذا 8 ما يتحملش بودي الا يتحمل. ذا الحين اسمع، انا ششل له تمام وادي لك عربون وجرب اسبوع ودوك وشوفك الموضوع شلوكو سوا. خلاص تمام، انا ششل له وجربكو وله ما يقلب ولا شيء، له موزون ثاني ومتر حلا ششل له. يلا افحص وجرب من حقه. خلاص على طول. ها هذا عربون تمام وقال لي وصلت للحدود اتصلت لي امينك وجميع الكل يواجهني بس زاد طلع وانا ارجع اللي حق السياره صح؟ ايه يلا. انا غالب متعبر معك للقريه. انت ولا والله ما تطلع بابياس دلنا بياس ويلا وطلع. انا النفر اللي يكون كشحقه هذا كان زمان، لكن الان تدبي يا سوصلك لين مشتي بك سخا على صروح. لكن انا السيل يمكن اركبك بسياره اخر موديل وارجع اخزن لك. والله ما تفلخوا. صدفوني مدري ما عايش البطارية ولا والله ماني دعس ما رضيتش تركب من القرية. دفوني والله ماني دعس انا صار من نفسي. دفوني وانتو دارين انا ما اناش خايبة لجهتكم. مو خايبة قرم كان هذا الحين مو خايبة الله مو مرضاكي انا على قرمك. ها ملي رعم دفوني ذا الحين لمو عدنا تعلو ما ولا شرجع شلكم كلكم. يا اخي نرجع ندفوها حسن يلا يعيش. فرغوا على هذي حوزة هذا عدو تعلمه. يلا سكليت سكليت يا خالد لا تعش خش فرغوا على يا اخي ادعس بدون ما ندار. خلاص يلا سكليت اديني يا اخي فرغوا خلاص فرغنا يلا بسم الله. خلاص يلا خلاص مسكليت لكن يا غالب بشرط لما يشتغل
على طول ساعة. درك قاعدين ده الحين نشتين نفك هذا ونعمل هنا لا جدار، لكن ما حول اقول لك قاهم يدحسهم قارجعوا من لا طريق. انت جيت بتول قعد كل ساعه وقت رشه قاعد تقول صبه ما انا على طول ان شاء الله نولين اسيك يوم قاعون قهرك حجار. ان شاء الله نولين نجيب لك منان حجار ونعمل له نبرح الموثر وطلعنا الحجار وعملناه على متر وخيط وخلاص، بعدين ما حاشي يخلف. تضرب جوني لك كسر رجلك لما تصدق الموبا. العفو منك، العفو منك، مو بالعفو هذا كله العفو. انا ذاك الشركه اليوم انا لا عين هذا والله العظيم. كل ما قلنا راح نبدا مشاكل وغالي نرجع لهم ثاني. منك العفو منك، انا لا عين هذا حليك مدري صغيرك مو بعلمه مو اللي فعل. انا عن مولي تخيب العفو مو اللي تخيب لها. عرفكم بنفسي انا المرشد من قريه ارض الاحمر التي يردها شرقا. والله اللي فعل حاجه والله ما بلش يدير فعل اسنه بعد حاجه مشرفه. ايش في العب اللي فيه خزي بنا اصحاب القريه شيء يدردح بقريه حقنا. حب يقول لك يعني فلان وعرف البلاد هذاك اقبل انت عليك عقلك يعني قفل قثيمين ولا خلى لهم طريق متر ولا متر ونص ما كان تأجر. هذا لو كان ما بش معاهم طريق هم شطره حتى مترين اقوى اجر، بس هذا هي الطريقه الثالثه قابوا معاهم ثنتين. اوه خلاص اذا نجيب لك حجار ان شاء الله. وعليكم السلام. اوه هذا النفر كشفه هي مسرع رجع. قل لك ما بلا بقي غلط هي مقابل من غلط. قنتها حق الاجازه قبل شهرين وانا ما نجاري. كيف قنتها ما قريك شو التاريخ؟ الا قرؤكو بس كان مكتوب العوده يوم 7 شهر 5 وانا سيرنا بيوم 5 شهر 7. ما لو ذا الحين كيف؟ ما لذا الحين ما بوشين الفيزا هو الإقامة قاقر عن جو، لكن أنا شدب اللي فيزا وأرجع نحش. لا بس بس لا هنا ويكفين قاطع من الغربة حقك وبس. جربنا غربتك وجربنا شبعتك وهذا كنت النفر وأنا أنا المبروك. لا نفعك أنا بشين ولا نفعك نفسك بشين. عاد انت لما تشبع ما تجلب لنا المصائب والمشاكل مع الناس. اي والله انك على حق يا عم، بعض انسان لو كثر عنده المال يبغي في الارض. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. ويقول لك بعض العلماء ان الابتلاء الذي ابتلاه الله تعالى لنبيه سليمان اعظم من الابتلاء الذي ابتلاه لنبيه ايوب. وانتوا عارفين بقصة نبي الله ايوب وقصة نبي الله سليمان. المهم يعني لما يكون عندك المال والجاه والقوة تقدر تفسد تقدر تعمل أي حاجة في الأرض. إيه والله صدقك إن شبعتي خيبة. ملا خيبة ونغفة لكن من غدوة. أنا كوبه معانا مفرس شفتقه وبعدين بأحوال أنت دنق أحوال حقنا صلب. جتنا فيك أحلى بشارة وابتدت أحلى تهنئة خاصة مقدمة مني من طاقم الفريق ومن الأخ الغالي محمد علي صالح شوباس ومن الوالد علي صالح شوباس ومن علي محمد علي شوباس إلى الأخ الغالي بلال علي شوباس. بمناسبة ارتزاق المولود الجديد وليس اسمه محمد ونقول له ألف مبروك وتربى بعزك.